السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا الآن في منطقة بشلي قريبة من آيا صوفيا، بنعرض لكم مجمع سكني. طبعا شقة في البلوك A آخر دور، ممدد لها الغاز الطبيعي، شقة رقم 19، ذات تراس بإطلالة جميلة على البحر والطبيعة. طبعا الشقة عبارة عن 4 غرف صالة، مساحتها 175 متر مربع. أول ما ندخل على يميننا انترفون بالكاميرا، وعندنا هنا على يسارنا الصالة. طبعا الصالة مشتركة مع المطبخ. تفصيل عندنا هذا المطبخ، ميزة الشقة انها اخر دور، اطلالة مباشرة على البحر. طبعا الصالة والمطبخ مشتركة، دواليب المطبخ راكبة جاهزة، جميع الغرف مطلة على البحر، بالاضافة الى هذا التراس الجميل مع اطلالة كاملة على البحر. نطلع نشوفها. عندنا هذه الإطلالة الجميلة على الطبيعة. بالإضافة إلى إطلالة كاملة على البحر. والتراس كبير متكامل زي ما انتم شايفين. الشقة في آخر دور، الدور العاشر، 4 غرف صالة، مساحتها 175 متر مربع، وهي جديدة صفر، وعمر البناء تقريبا سنة. مجمع سكني زي ما انتم شايفين. هنا عندنا الجلسات العائلية، بالإضافة إلى موقف سيارات مغلقة، بالإضافة إلى ميزة الغاز الطبيعي. نشوف الغرف. هذا الممر مدخل الشقة. عندنا دورة المياه الأولى، أكرمكم الله، وهذه الغرفة الأولى بإطلالة كاملة على البحر، إطلالة جميلة. طبعا جميع الغرف مطلة على البحر. عندنا هنا دورة المياه الرئيسية. هنا غرفة النوم الثاني أو غرفة الثانية مع إطلالة البحر، ما شاء الله تبارك الله. عندنا هنا على يميننا مخرج الطوارئ. طبعا عندنا كبر أو ما يسمى المخزن، منطقة لغسالة الملابس، مخزن صغير، وعندنا مخرج الطوارئ. هنا عندنا الغرفة الثالثة، أيضا إطلالة جميلة على البحر، بالإضافة إلى غرفة النوم الرئيسية، طبعا لها دورة مياه، وإطلالة جميلة على البحر.